محافظ صلاح الدين يتبنى خير العمليات الاستباقية لمنع الإرهابيين من استهداف الاستقرار وتهديد أرواح المواطنين. محافظ صلاح الدين يبحث تعزيز السلم الأهلي مع شيوخ ووجهاء جنوبي المحافظة ويعلن البدء بمشاريع سامر عاصمة الحضارة الإسلامية. مراقبون يسألون سياسيي الوجه الآخر عما قدموه للنازحين والمناطق المدمرة غير بكاء الانتخابات وكأنهم لم يتركوا مدنهم لداعش. أهالي صلاح الدين يواصلون إقبالهم المكثفة على منافذ التلقيح ضد كورونا ومسؤولو وشيوخ بيجي يستعرضون خطط إعمار القضاء.